نتحول إلى باريس معك عزة غريبة لمتابعة أيضا أبرز المواقف وتحديدا يعني هذا الموقف الذي يرى فيه البعض نوعا يعني هل في نوع من التراجع من قبل باريس بعدما أشارت بأنها لا تريد أن تكون طرفا في هذا النزاع؟ هو ليس موقف جديد، ولكن ميشيل عبر تم التعبير عنه بصراحة اليوم من قبل الناطق باسم الحكومة جابرييل أتال، الذي أجاب على سؤال إذا ما كانت فرنسا سترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، قال بأن إرسال هذه الطائرات يتطلب إرسال طيارين فرنسيين وأوروبيين، لأن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام هذه الطائرات الفرنسية أو الأوروبية الحربية سيكون صعبا وسيحتاج وقتا، وبالتالي لا يمكن إرسال طيارين إن كان فرنسيين أو أوروبيين، لأن ذلك يعني تورطا بشكل مباشر في الحرب، وفرنسا لا تريد ذلك، هي تساعد أوكرانيا، هناك مساعدات عسكرية لم يكشف عن تفاصيلها بالحقيقة، مساعدات عسكرية إن كان فرنسية أو من الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة قيمة هذه المساعدات وهي نصف مليار يورو ستدفع من صندوق السلام الأوروبي، هذه سابقة في تاريخ أوروبا. المساعدات قيل أنها غير فتاكة بداية، ثم قيل أنها دفاعية، ولكن تفاصيلها لم يكشف عنها ربما لعدم إغضاب الروس، وهذه التصريحات أيضا للحكومة الفرنسية بأن فرنسا لا تريد أن تكون جزءا من هذه الحرب أيضا هي لتهدئة موسكو، في الوقت الذي تفرض فرنسا والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، حزمة رابعة من العقوبات على روسيا للضغط عليها لوقف هذه الحرب. شكرا لك عزة غريبي مراسلتنا في باريس.